بالتأكيد لم يخطر في بالي أنا وليباث أن يكون يوم وصولها في 16 آذار هو اليوم الذي تلا إعلان الانتفاضة في سوريا، ولم يخطر في بالنا أن الفيلم الذي يتحدث عن مصائر نساء سوريان أعلن الثورة والتمرد من أجل حريتهم سيكمل مع نساء أخريات يصنعن ثورتهن الآن. أقول لنفسي بهذه الثورة مزاج الأنثى عليها أن تبقى سلمية. دقيقة صمت على أرواح شهداء سوريا. هنين من البداية حلول السلمية مش نادين ناويين تجبر وقمع المواطن وقمع الشعب. دكتورة بوتينا شعبان تؤكد وجود مشروع فتنة للنيل من سوريا عبر استهداف نموذج العيش المشترك الذي تتميز به. هيك نعم نحكي عن سلاح النظام السوري اللي له علاقة طائفية. هذا الحكي لعبه بالأساس بسوريا وحاول يدخل مفهوم الطائفية على المجتمع السوري لحتى يحاول أو يستمر بسيطرته على سوريا بهالطريقة اللي نحن شايفينها. كيف كنا ساكتين؟ كيف كنا قاعدين؟ كيف كنا ما عم نعمل شيء؟ كيف مع ماما؟ كيف مع ماما كله؟